يعقب والذي سيشهد بإذن الله عز وجل هذا اليوم استعراض أوراق العمل والبحوث العلمية والدراسية ضمن المحاور الأربعة لهذا اليوم: المحور محور الواقع الصحي للجرحى وذوي الإعاقة، ومحور الواقع النفسي والاجتماعي للجرحى وذوي الإعاقة، ومحور دور الإعلام في قضية الجرحى وذوي الإعاقة، والمحور الأخير سيكون بإذن الله حقوق الجرحى وذوي الإعاقة. في ختام هذا اليوم سيكون هنالك بإذن الله عز وجل استعراض لأبرز التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر العلمي الرائد والأول من نوعه. نبدأ بإذن الله عز وجل فقرات هذا اليوم بآيات عطرة من الذكر الحكيم والأستاذ عبد الرحيم الدحدوح، فليتفضل على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا
السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الحكيم. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نبدأ بإذن الله عز وجل بأولى جلسات هذا اليوم ومحور الواقع الصحي للجرحى وذوي الإعاقة. فليتفضل رئيس الجلسة الدكتور أسامة أبو معمر على بركة الله عز وجل. أستاذ مروان مصلح، أستاذ بدر الأغا، أستاذ محمد شقورة، أستاذ محمد كريزي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باسمكم جميعا نرحب بالإخوة المشاركين في هذه الجلسة في المحور الثاني، الجلسة الأولى لهذا اليوم والثانية على مستوى المؤتمر، والتي ستناقش الواقع الصحي للجرحى وذوي الإعاقة. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ فعاليات هذه الجلسة. الفقرة الأولى لأخينا الدكتور محمد خير النصر، وهو رئيس قسم العلاج الطبيعي جامعة الأزهر ومؤسس لأقسام العلاج الطبيعي في جامعات بيت لحم والقدس البوديس والإسلامية والأزهر، فليتفضل على بركة الله. الوقت 10 دقائق لكل فقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا العظيم الكريم. إن شاء الله يعني في البداية أحب أشكر القائمين على هذا المؤتمر، وإن شاء الله الروابط التي هتقدم أو تقدم في هذا المؤتمر بتكون عون للجرحى والمعاقين العلماء في تحسين الخدمات المقدمة إليهم. الدراسة اللي موجودة قدامكم واللي عملناها في مركز اللطافة الصناعية، وعارفين مركز اللطافة الصناعية هو المركز الوحيد اللي بيعتني بالحالات البتر وبيقدم لها اللي هي الأطراف الصناعية. الدراسة كانت لتقييم الخدمات اللي بتقدم في مركز اللطافة الصناعية من وجهة نظر المستفيدين من هذه الخدمات. كان الهدف من الدراسة اللي هو كان الهدف من الدراسة ان نشوف
قديش الناس هدول ساتسفاي او راضيين عن الخدمه اللي تقدمت لهم. كان الهدف الثاني ان نعرف اذا في جابس او في خليني اقول مشاكل في او رغبات في تقديم هذه الخدمات. والهدف الثالث كان معرفة العوامل اللي أثرت في تقديم هذه الخدمات. عشان نحقق هذا الهدف أو هدف الدراسه استخدمنا كويشنير. هذا الكويشنير كان استخدم قبل هيك مع الصليب الأحمر استخدمه في أثيوبيا، لكن عدلنا عليه بعض التعديلات ليتلائم مع الوضع الاجتماعي والجغرافي اللي عندنا. كان السلكشن للسامبل هذه 100 شارك في السقف العينة بتاعتنا، 100 واحد من اللي استفادوا من خدمات مركز الأطراف الصناعية، 100 واحد واختارناهم بشكل عشوائي من مجموع الناس اللي استفادوا. كانوا حوالي 750 فايل أو واحد استفادوا من هذه الخدمات. قام بجمع المعلومات عن هذا الكلام مجموعة من طلاب العلاج الطبيعي في جامعة الأزهر، وكانت الدراسة في شهر يونيو السنة الماضية. العينة اللي طلعت عندنا كان 100 مشارك في العينة، أعمارهم ما بين 12 و70 سنة، 84 منهم ميل، 16 في ميل، 12 كانوا upper limb amputation، 88 lower limb amputation، 14 both sides amputation، and 86 one side amputation. لقينا من النتائج تحت العينة إنه 54% من الناس هذول كان سبب الإعاقة، سبب البتر عندهم كان بسبب العدوان الإسرائيلي طبعاً على غزة. طبعاً ما بعنيش بالعدوان الإسرائيلي لا الأخير ولا الوسطاني ولا الأولاني من الانتفاضة الأولى والثانية وكل العدوانات اللي أجت على غزة من قبل إسرائيل. لكن 17% due to vascular disease، 17% كمان due to car accident، و 9% due to trauma، والبقية due to other diseases حصلت للبارتسيبانتس في هذه الدراسه. سالنا الناس هذول عن هذه الخدمات، فبدينا بالمواعيد. هل كانت المواعيد سهل الوصول اليها؟ 90% قالوا نعم كانت سهله، 91% تقريبا قالوا انه اخذنا الخدمه بسهوله وما استنيناش. منهم كمان بس حوالي 80% قالوا بعد ما اخذنا الجهاز ما صارش إلا متابعة. 2% فقط تقريبا منهم اللي قال دفعنا ثمن الجهاز، و 98% ما دفعوش شيء. سألناهم عن بعض الكونسيرنز أو خليني أقول إيش كان في إيش، يعني إيش في مشاكل ما خلتهمش يوصلوا لهذا في طريقة وصولهم لمركز الأطراف الصناعية. 69% قالوا والله ما كانش عندنا فيه مشاكل، 18% قالوا والله المسافة بعيدة لأنه المركز هو الوحيد في غزة، وبالتالي كانت طريقة الوصول البعد والمواصلات وهذا لقوا فيها شوية مشاكل. ومنهم ناس كانوا حوالي 3% إنه والله إحنا طلاب مدارس وكنا بنضيع اليوم في هذا لحد ما نوصل دائما. 93% منهم لما سألناهم عن كيفية تقديم الخدمات، 93% تقريبا قالوا والله we've been treated differently، كانت جيدة. 97% قالوا إنه بلغنا عن خطة العلاج قبل هيك. 98% قالوا والله البرايفسي أو الخصوصية كانت جيدة، كنا آمنين على الخصوصية بتاعتنا. 92% دخلوا في برنامج علاجي قبل أو بعد الطرف الصناعي. سألناهم عن هل مريح الطرف الصناعي، ف 36% تقريبا قالوا الجهاز كان مريح جدا، 22 قالوا يعني مريح، البقية قالت انه الى حد ما، في 11% قالوا الجهاز ما كانش مريح اطلاقا. سألناهم عن عملية كيف بيلبسوا الجهاز، هل سهل تلبس الجهاز ولا لا؟ في حوالي 80% قالوا سهل جدا،
و 12% قالوا الى حد ما، و 8% قالوا انه والله الجهاز كان صعب اللبس فيه. سالناهم قبل ما تاخذوا الجهاز هذا قديش نسبه او كيف الاكتيفيتيز الفيزيكال اكتيفيتيز، وكيف كنتوا يعني بتساعدكم في الدخل بتاعكم في الدخل، فكان 60% منهم قالوا كنا عاجزين تقريبا عن اي خدمات بدون الجهاز لانه الموبيليتي او الحركه بتاعتهم كانت صعبه، وحوالي 25% قالوا والله احنا ما لناش دعوه بالدخل لانه احنا طلاب تقريبا طلاب مدارس او طلاب جامعات. سالناهم اذا كان بعد ما اخذوا الجهاز غير في الدخل بتاعهم، للاسف الشديد منهم 7 أو 1 من 10 فقط اللي قالوا نعم قدرنا ان يعني تحسن دخلنا بسبب الجهاز، وانتم عارفين انه في بطاله موجوده في البلد، بطاله كثيره، ومن العينه كمان في حوالي 55% ما كانش في عندهم، يا اما اولد ايج ناس كبار في السن مش عندهم شغل، او طلاب مدارس او جامعات، فما كانش يعني. وهذا اعتقد انه فشل اجتماعي انه الناس هذول ما يصيروش عندهم انتجريشن في المجتمع. التواصل مع المجتمع 85% تقريبا كانوا جهاز كان يعني سهل علينا عمليه التواصل في المجتمع، وباقي العينة 15% إلى حد ما أو ما كانش له فائدة في التواصل الاجتماعي. كيف شفتوا الإعاقة بعد الجهاز؟ في منهم 75% تقريبا قالوا نظرتنا للإعاقة أو أصبحنا غير معاقين لأنه إحنا بنتحرك وبنمشي بالجهاز. باقي العينة 25% ما كانوش يعني راضين كل رضا عن الجهاز. Overall satisfaction كانت بالمجمل في 88% تقريبا من الناس راضين عن هذه الخدمات اللي تقدمت لهم، والباقي يعني إلى حد ما أو مشابه. الدراسة هذه أعطتنا أو قاست إن أعطتنا معلومات عن عملية أو عن الرضا اللي حصل للناس هذول من الخدمات اللي تقدمت لهم. الدراسة هذه كونكلوجن يعني الدراسة هذه كان لها يعني من معظم يعني أعطتنا أو سلطت الضوء على العوامل اللي كانت ضد انه الناس هذول ياخذوا يكونوا ساتسفاي 100% او 100%. لقينا انه معظم الناس اللي كانوا ديساتسفاي مش راضين عن الجهاز او الخدمات اللي تقدمت، غالبيتهم الامبوتيشن كان في الابر لم، والابر لم ما فيش فيه فانكشن، فيش انفولفمنت للفانكشن، فيش عندنا فانكشنال دورفيسز للابر لم. في اليوم في العالم كله في فانكشنال انه يساعد المريض لانه يشغل الابر لم، لكن اللي عندنا ما كانت شغله كوزمتيك وبس، وهذا اللي خلاهم مش كثير ساتسفاي في الجهاز بتاعه. الامبليكيشنز هذه كانت اول دراسه، الناس هذول بيسالوا عن مدى رضاهم لهيك شيء. الدراسه هايلايتد او وضحت العوامل اللي اثرت في رضا الناس هذول. الدراسه هذه كان لها امبليكيشنز للهيلث بوليسي ميكرز، لها امبليكيشنز للهيلث بروفايدرز، لها امبليكيشنز للميديكال وريهابيليتيشن ايديوكيترز. واليوم عندنا في جامعات وعندنا في ريهابيليتيشن وللميديسن. هذه بعض الصور على السريع بدي اعرضها لكم من مركز الأطراف الصناعية، و thank you very much. أشكر الدكتور محمد نصر هذا البحث المميز والنتائج المهمة. لا أشكر على التزامه بالوقت، وأشكر برضو الأخوة في مركز الأطراف الصناعية على
نسبة الرضا العالية الذي عكسها هذا البحث المميز. الآن إن شاء الله مع الورقة الثانية دكتورة عالية قشاوي، بحث بعنوان استراتيجيات التأهيل بين النظرية والتطبيق في قطاع غزة. دكتورة عالية عزة القشاوي هي رئيس قسم التأهيل وحدة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة، وهي محاضرة قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية، محاضرة أيضا بقسم التأهيل بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، ونائب نقيب نقابة العلاج الطبيعي الفلسطينية سابقا، بالإضافة إلى عملها كفني علاج طبيعي في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص لفترة طويلة. فلتتفضل على بركة الله. زي بقية البرزنتيشن اللي أنا عاملها، وبغض النظر عن كل الكلام اللي موجود في البرزنتيشن، القضية اليوم إني أنا حابة بس أوضح الفرق بين استراتيجيات التأهيل الثلاثة اللي هي أعدتها أو وافقت عليها منظمة الصحة العالمية من سنة 1994. هنا بدنا نوضح الفرق بين الثلاثة، لأن أنا وجدت من خلال دراسة بسيطة عملناها في وزارة الصحة على مؤسسات التأهيل، وكثير من زملائنا خريجين العلاج الطبيعي ومن طلابنا اللي هم قائمين اللي بيبدوا يعملوا أبحاث في مجال التأهيل، وجدت إنه فيش عندهم فرق أو تفريق بين نوعين من أنواع التأهيل الرئيسيين. فعشان هيك كان هدفي أنا من عرضي في هذا المؤتمر بس أوضح للناس المعنيين في مجال التأهيل، إذا كانوا طلاب، إذا كانوا خريجين، إذا كانوا مؤسسات بتعمل في مجال التأهيل، الفرق بين استراتيجيات التأهيل الثلاثة، على أساس إنه إحنا نقدم لمرحلة قادمة ونكون كل مؤسسات التأهيل تشتغل بصورة متكاملة. يعني أنا هدفي إن نعمل فيلم للجاب، يعني بدنا نسكر الفجوة اللي موجودة بين استراتيجيات التأهيل الثلاثة. يعني أنا يعني مش هعتمد كثير على الكلام اللي موجود، يعني تعريف الريهابيتيشن كلنا إحنا بنعرفه إنه هي عملية ديناميكية مستمرة بتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة أو المريض حتى تساعد على إعادة تأهيله وإعادته لمرحلة ما قبل الإصابة بالقدر المستطاع. يعني إحنا في النهاية ممكن ما نرجع الشخص لأنه يمشي أو ما نرجع الشخص إنه يستخدم إيده، لكن ممكن نعطيه أدوات وأشياء مساعدة ممكن ترجعه إنه يصير يعني يعود للوظيفة اليومية تبعته. إحنا بنعرف إنه الإعاقة ما بتصيرش إعاقة إلا إذا حدت من تدخل أو دور الشخص الاجتماعي. هلا الإنسان إذا بده ياخذ دور اجتماعياً بالرغم من الإعاقة هو بيصبح شخص من ذوي الإعاقة، لكن بيصبحش زي ما بيقول هانديكاب، يعني هو بيتوقف عند نقطة معينة، مش هنقدر نلغي إنه هو صار في عنده إعاقة، لكن هو إنسان في مجتمعه منتج، فهو الإنسان يتوقف على مرحلة معينة لكن بيقدر يستمر في حياته اليومية. هذا هدفنا في التأهيل. التأهيل هو عبارة عن منظومة متكاملة، ما بيكونش فيها شخص لوحده ولا جهة لوحدها ولا مؤسسة لوحدها، يعني مجموعة من الأفراد. في أنا بتكلم عمليا عن التأهيل، خلينا نقول الطبي، يعني أنا هركز في مجال التأهيل الطبي. التأهيل الطبي عشان يكون متكامل لازم يتدخل في التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي حتى نحصل على نتائج، يكون الشخص في النهاية قادر على إنه يستمر في حياته وقادر على عطائه كما كان قبل الإصابة. بديش أقول طبعاً إنه التأهيل هو نوع من أحد فروع الطب، وهو هوليستيك أبروش، يعني هو يعني بنظر للشخص اللي صار عنده إصابة أو مريض بنظرة شمولية ومتكاملة في نفس الوقت، ممكن نوصله في النهاية على إنه يصير إنسان شخص منتج في مجتمعه من خلال تأهيله الطبي والنفسي والاجتماعي، وحتى اللي هو تأهيله للعمل أو تغيير المهنة اللي كان هو بيشتغل فيها. طبعاً هدفنا من عملية التأهيل إن نعود نرجع الوظيفة تبعت الشخص هذا ونحسن كل أداءه من ناحية اللي هي الفيزيائية الحركة، من ناحية الإحساس كمان، من ناحية العقل. يعني الإنسان بده يصير حتى لو هو من ذوي الإعاقة ممكن يكون إنسان مبدع، ممكن يكون إنسان مفكر، ممكن إنسان، وإحنا طبعاً في عنا أمثلة كتير في مجتمعنا لأشخاص أبدعوا وهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
طبعا التأهيل احنا بنساعد الشخص قلنا انه يعوض حتى لو ما قدرش يوصل للوظيفة بحالته الجسمية، ممكن نعطيه الأداة المساعدة اللي تساعده على أساس انه يشارك في المجتمع ويقدر يعوض الإعاقة اللي عنده. هان اليوم الآن وصلنا للسلايد اللي هي لب البرزنتيشن اللي أنا عاملاها، بتكلم عن استراتيجيات التأهيل الثلاثة اللي احنا موجودة منها في قطاع غزة، لكن خلينا نقول مفرقة، وأحياناً المفاهيم فيها بتدخل على بعضها. فأنا بس حبيت إن أوضح إنه في عنا ثلاثة استراتيجيات تأهيل، هذه WHO اللي طلعتها في سنة 1994، وما صارش كتير تحديث عليها، يعني أنا بحثت إني ألاقي إشي لبعد 94 مش كتير كان فيه تحديث. في عنا الانستيتيوشنال بيز اللي هو التأهيل المبني على المؤسسات، وحنشرح ايش هو، والاوتريتش بروجرام اللي هي وصول الى مناطق او اماكن سكن الاشخاص ذوي الاعاقه، والكوميونتي بيست ريهابيتيشن هو التاهيل المبني على المجتمع. لو نوضح ايش الانستيتوشنال بيز، هو التاهيل المبني على المؤسسات، يعني انا في عندي مؤسسه بتقدم خدمه للاشخاص ذوي الاعاقه، الخدمه هذه لازم تكون فيها كثير من الجوانب، يعني ممكن تكون خدمه صحيه، ممكن خدمه اجتماعيه، ممكن خدمه نفسيه، لكن هذه بتكون موجوده في المؤسسه، في المؤسسه نفسها، يعني الشخص ذوي الاعاقه بيروح على المؤسسه بيتلقى الخدمه في داخل المؤسسه. هنا طبعا الكوست للخدمه هذه عالي، لأن أنا عندي مؤسسة وعندي موظفين وعندي كارنت إكسبنسز، المؤسسة هذه بتستهلكها وبدها توفر الخدمة، الخدمة بدها توفرها من ناس كمان متخصصين، فبالتالي عشان توصل للكلاينت اللي هو الشخص اللي بده يستفيد من الفائدة تكلفتها عالية، لكن وبتبقى موجودة في يعني في أماكن محددة في البلد، صعب إنها توصل للناس اللي موجودين في الأماكن في المناطق النائية والبعيدة. ايش طبيعة المؤسسات عندنا؟ في عندنا اللي هي بتعتمد التأهيل اللي هي الهوسبيتال بروجرامز اللي هي موجودة في المستشفى، يعني عندي أنا مستشفى وعندي فريق طبي هو اللي بيقدم الخدمة، الفريق الطبي هذا لازم يكون مجموعة من المتخصصين، طبعاً يعني هان يعني بتعتمد على المريض نفسه أو ذوي الإعاقة نفسه، ما بتعتمدش على لا بتعتمد على أسرته ولا بتعتمد على مجتمعه، التأهيل في المؤسسات بده فريق طبي متخصص. في المستشفيات اسفه الاوت بيشنت اللي هي الشخص بياخذ التاهيل في مكان في المؤسسه وبيروح على بيته، ممكن تكون نهار كامل ياخذ التاهيل ويروح، وممكن تعتمد على خدمه واحده بس من خدمات التاهيل، يعني مش شرط يكون عندنا مجموعه من الخدمات، فهيك المريض بصير بده يروح على اكثر من مكان عشان يتلقى الخدمه وتكون الخدمه متكامله. السكول بيز اللي هي التأهيل اللي بيعتمد على التعليم او على المدرسه، هنا بيكون في عندنا مدرسه، وعندنا طبعا امثله احنا من المؤسسات على كل نوع من انواع التأهيل هذه، بيكون اللي بيهمنا هنا تعليم الشخص ذوي الاعاقه اكاديميا، يعني احنا بدنا نعلمه، بدنا على اساس انه هو يستطيع يلتقي في مجتمع. النيرسينج فاسيلتيز والنيرسينج هوم يعني هي بتعتمد انها بتجيب المريض لعندها وبتعطيه خدمات تمريضيه، يعني ما يحتاجوا زي الناس اللي في عندهم تقرحات فراشيه والمحتاج انهم يكون المريض موجود في بنسميه البيد ريدن اللي هو ملازم الفراش. هلقيت هنا النقطه اللي انا بعتبرها في قطاع غزه شويه مش واضحه اللي هي الاوتريتش بروجرامز اللي هو توصيل الخدمة لذوي الإعاقة في أماكن سكناهم عن طريق إن نوصل الفريق على بيت الشخص هذا ذوي الإعاقة أو هذا المريض اللي بيحتاج للخدمة، وهذا اللي بيصير فيها الخلط، بنخلط فيه بينها وبين اللي هي النقطة اللي بعديها هي السي بي آر اللي هي التأهيل المبني على المجتمع. الأوتريتش بروجرام بيعتمد على ناس هيلث كير بروفيشنالز، يعني ناس متعلمين، يعني لازم يكون في عندي فريق والفريق هذا يكون طبي. ما بيمنع انه يكون معاه سوشيال وركر اللي هو مقدم الخدمه الاجتماعيه او، لكن احنا بنعتمد بالاساس انه يكون في عندنا خدمه طبيه بتوصل للمريض لمكان عمله. الفرق بينها وبين السي بي ار، السي بي ار هلقيتها هنا بنعتمد على المريض، المريض هو مشكلتنا في الاوتريتش بروجرام وكذلك اهل المريض. لكن هنا احنا ما بنتدخل في التعليم، ما بنتدخل في الفوكيشنال تريننج، يعني مش هنروح اوتريتش بروجرام ونعمل تعليم تدريب على العمل. وماش هنروح نعلمه في بيته. يعني هنا نقطة بس احنا بنركز على الوضع الصحي تبع المريض وبنركز على مساعدة الأهل في التخفيف من العبء
على الاهل في تحملهم تبعات وجود انه عندهم شخص من ذوي الاعاقه او مريض. يعني هنا بنتكلم على مرضى وبنتكلم عن اشخاص اصبحت الاعاقه عندهم دائمه وبيحتاجوا اللي هو العنايه بصفه مستمره. نروح للكوميونتي بيست ريهابليتيشن، هي بتعتمد على ثلاث اشياء، بتعتمد على المريض نفسه، بتعتمد على الفاميلي تبعت المريض، وبتشارك المجتمع بصفه اساسيه في تاهيل هذا الشخص وتسهيل امكانيه عيشه في هذا المجتمع. يعني كل افراد المجتمع بيكون لهم دور في تاهيل هذا الشخص، وهذا تقريبا يعني كل العالم اليوم بتجه للتاهيل خارج اسوار المستشفيات وخارج اسوار الاماكن المغلقه. التاهيل اليوم صار بيوصل للشخص في بيته، لكن هو ما بيعتمد بس على اشخاص مدربين، اشخاص مهنيين، اطباء وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي، يعني ممكن افراد عاديين يتم تدريبهم وهم ياخذوا على عاتقهم مسؤوليه توصيل كمان الشخص ذوي الاعاقه للخدمه المناسبه. يعني هو بيعتمد على نفسه، مش على نفسه هو كشخص بتقديم الخدمه، هو بيعتمد على موارد اللي موجوده في المجتمع على اساس انه يقدم الخدمه ويسهلها كمان ويسهل وصولها للاشخاص للاشخاص ذوي الاعاقه. يعني هنا ممكن تكون لجان مجتمعيه. اعطينا دقيقتين عشان انا احكي لك. هلقيتها احنا شرحنا وخلصنا من موضوع السي بي ار، هو بيعتمد على المجتمع. هلقيت هنا بدنا نروح لايش احنا عملنا في وزاره الصحه. احنا عملنا كتيب ودليل ارشادي، حاولت انا زرنا بتسهيل طبعا من وزاره الصحه، يعني قدمت لنا الدعم ووفرت لنا طبعا الامكانيات ان نزور حوالي 39 مؤسسه، 39 مؤسسه هذه كانت بتشتغل في مجال الاعاقه، انا زرتها شخصيا وقعدت مع كل المسؤولين فيها على اساس نطلع داتا احنا ممكن نوفرها للناس كدليل ارشادي وخدمات حقيقيه موجوده على ارض الواقع. ها طبعا طلع عدد المؤسسات، طلع اعلى عدد مؤسسات موجوده في مجال التاهيل في منطقه غزه وبعديها الشمال والوسطى واقل شيء في منطقه الجنوب. طبعا هنا النسبه نساء اطفال، فكانت النسبه للعام كانت اكبر نسبه وكانت 77%. هنا السلايد هذه اللي انا بدي اوقف عندها بس اعطيني بس الدقيقتين، انه احنا المؤسسات اللي بتشتغل على التاهيل المؤسساتي كان عندنا 21 مؤسسه. التأهيلات بتمثل 62%، اللي بتشتغل على التأهيل المبني على المجتمع كانت 10 مؤسسات 29%، التأهيل اللي بيعتمد الزيارات المنزلية اللي هي الأوتريتش بروجرام كانت بس 3. عشان أنا هنا طبعا نوعيات الخدمات التأهيل اللي تقدم، هنا أنا بس بدي أختم إنه إحنا في عندنا فجوة ما بين التأهيل المؤسساتي اللي هو بيعتمد على صحة المريض وبيقدم الخدمات الصحية والطبية، وفي عندنا السي بي آر في النص اللي هي الأوتريتش بروجرام. الأوتريتش بروجرام إيش أهميتها؟ إنها تقدم تملأ الفجوة ما بين الاثنين. يعني أنا بضرب مثل بسيط، يعني إحنا المريض بيدخل في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي اللي هي بتعتمد على التأهيل المؤسساتي، بعد مثلا 15 يوم، شهر، شهر ونص بنقدم له خدمة صحية. هلا إذا بيطلع المريض بينعمل له مثلا بيكون عنده تقرحات فراشية وبينعمل له بدرافت وبصير الجرح عنده كلين. طبعا التأهيل المبني على المجتمع ما بيقدر يغطي هالأداء خدمات الغيار وما إلى ذلك اللي هو بيحتاج هذا الشخص. كل اللي عملناه في الفترة هذه انه احنا لازمنا حدا يستمر معنا في المهمة هذه الصحية اللي احنا بنقدمها حتى المريض يتعافى تماما، لأنه وضعه المخدي في مستشفى الوفاء مكلف جدا، وإنه نتركه على ما يوصل السي بي آر برضه مش قادر يقدم الخدمة. أنا كل اللي بطلبه من المؤسسات الحاضرة والغايبة والممولين إنه يصير في عندنا دعم لقصة الأوتريتش بروجرام، لأن هذه بتقلل من نسبة خلينا الإعاقة وبتساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى، والأهم من هذول اللي هم أهالي المرضى، هذول اللي بيكون عليهم عبء كثير وجود شخص مع ذوي إعاقة أو مريض لعندهم. أنا بشكركم على حسن استماعكم وأسفة إذا ما تأخرت. الارشادي في امكانيه المهتمين والمعنيين يحصلوا عليه، هي موجود حتكون عندنا على الطاوله اللي انا موجوده. يعطيكم العافيه. نشكر الدكتور على هذا البحث المميز والتقديم المميز. الان ان شاء الله مع البحث الثالث والاستاذ مروان مصلح بعنوان The Nature and Extent of War Related Injury and Disability in Palestine The Case of Gaza Strip. الاستاذ مروان مصلح حصل على ماجستير الصحة العامة من السويد في الوبائيات وطالب دكتوراه في جامعة الأردن والسويدية، أستاذ الإدارة الصحية في جامعة القدس المفتوحة ومشرف بحثي، فليتفضل على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية لابد من كلمة شكر لجميع الأخوة القائمين على هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى الوطن، وخاصة اللجنة العلمية المشرفة على هذا المؤتمر بتواصلها دائم مع جميع الباحثين. ثانياً يشرفني ويسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه بخصوص الجرح. طبعاً بخصوص موضوع طبعاً اليوم اللي هو عبارة عن The Nature and Extent of War-Related Injuries and Disability in the Palestinian Healthcare Sector. The Case of Gaza Strip. رح نتكلم عن الدبيتي of War-Related Injury and Disability. طبعاً زي ما احنا عارفين الإصابات الناتجة عن الحروب والإعاقات اللي مسببة أو الناتجة عن هذه الإصابات بتشكل مشكلة صحية كبيرة جداً في فلسطين. طبعاً في مجال الصحة العامة والطب السريع اللي بتستدعي أو بتستوجب منا إنه نعطيها اهتمام بالغ خاص في المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة للكم الهائل من هذه الإصابات الناتجة عن هذه العام من سلسلة من هذه العديان أو الإصابات الناتجة عن هذه الحروب. طبعاً زي ما احنا عارفين قطاع غزة شهد سلسلة من العدوان والحروب المتتالية فترات زمنية متقاربة خلفت الآلاف من الضحايا من الإعاقات من الجرحى طبعاً مختلف أنواعها في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. طبعاً شكلت هذه الإصابات والإعاقات عبئاً ثقيلاً وواقعاً مريراً وصعباً في المجتمع الفلسطيني خاصة القطاع الصحي في فلسطين خاصة في قطاع غزة. طبعاً زي ما احنا شايفين في الصورة أمامنا تأثر القطاع الصحي بشكل مباشر كذلك الحياة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل جسيم. طبعاً احنا شهدنا العديد بل عشرات من اللي هو الإصابات أو من الحروب أو من العدوان بدءاً من الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية إلى اللي هو حرب 2014. طبعاً أحدث أو آخر هذه الحروب حرب 2008 حرب 2012 وحرب 2014. طبعاً أثر هذه الحروب شكلت تحدي كبير جداً لمجال الصحة العامة والطب السري في المجتمع الفلسطيني في المستشفيات بشكل خاص. طبعاً زي ما احنا شايفين The Trends of War-Related Injury between the years 2008 to 2014. طبعاً زي ما احنا شايفين حرب 2008 وحرب 2012 وحرب 2014 وعدد الإصابات الناتجة عن هذه الحروب. طبعاً زي ما احنا شايفين حرب 2014 شكلت أكثر من 3.5 اللي هي مقارنة بالحربين 2008 و2012 دي مجتمعات. طبعاً هذا شكل عبء كبير ليس فقط على القطاع الصحي بل على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والنفسية على المصاب نفسه وعلى الأسرة بشكل كامل وعلى المجتمع الفلسطيني. طبعاً objective of the study هدف الدراسة The study aims at exploring and describing the burden of war-related injury and disability in the Palestinian healthcare sector in Gaza Strip. طبعاً هذه الدراسة سعت إلى استكشاف ودراسة واقع عن إصابات الحروب والإعاقات الناتجة عن هذه الإصابات في القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة. طبعاً منهجية الدراسة وعينة الدراسة. طبعاً this is a descriptive cross-sectional study دراسة وصفية مقطعية عرضية تم استخدام اللي هو المدى الوصفي في هذه الدراسة تم اختيار عينة تمثيلية عشوائية مثلت جميع المحافظات من محافظة الشمال محافظة غزة محافظة الوسطى خان يونس ثم رفح. طبعا زي ما احنا عارفين تم استناد هذه الدراسة على آخر حرب كانت في خلال اللي حتى في 2014 اللي هي كان عدد الإصابات يفوق ال 11,000 إصابة. طبعا تم استخدام معادلة إحصائية خاصة لاختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية. طبعاً كانت عينة طبقية بحيث تمثل مجتمع الدراسة في كل محافظة حسب عدد الإصابات في كل محافظة. طبعاً توصلنا واخترنا 420 فرد أو مصاب من هذه الإصابات اللي كانت تقريباً 11,228 مصاب. What do we study? إيش درسنا؟ اللي هو The mechanism of injury, nature of injury, body site of injury, severity, extent of injury, injury related disability, type of disability, management type of injury. finally, there is a follow-up needed for the injured person.
طبعا تم دراسة آلية حدوث الإصابة، كيف حدث الإصابة، طبيعة الإصابة، موضع الإصابة في الجسم أو مكان هذه الإصابة في الجسم، شدة الإصابة، الإعاقات المسببة أو الناتجة عن هذه الإصابة، نوع الإعاقة، التدخل الطبي للتريتمنت أو المانجمنت، أخيرا المتابعة الطبية للمصاب. طبعا زي ما احنا شايفين تم تقسيم عدد المصابين حسب الجنس، زي ما احنا شايفين the vast majority of person injured was 75.5. كانت الأغلبية العظمى من المصابين اللي هي من الميلز compared with females، يعني عدد من الرجال مقارنة في النساء أو في الإناث، اللي هي 75.5 مقارنة ب 24.5 اللي كانت النسبة 3.1 لواحد، يعني 3 أضعاف الرجال اللي كانوا مصابين مقارنة بالإناث. طبعا تم اللي هو distribution of study sample according to marital status توزيع عادة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية. زي ما احنا شايفين تم تقسيم عادة الدراسة بناء على 4 فئات: single اللي هو أعزب، متزوج، مرد، ويدو اللي هي أرمل، أو ديفورس اللي هي مطلق. طبعا كانت الأغلبية العظمى من المصابين اللي هم من اللي هو الغير متزوجين أو اللي هو العزاب. طبعا تبعتها اللي هي فئة المتزوجين، طبعا زي ما احنا شايفين 44.3% عدد كبير جدا. طبعا هذا بشكل عام ليس على المصاب من ناحية صحية فقط، ولكن على الأسرة بشكل كامل سواء كانت معيشية أو اقتصادية أو نفسية. تم توزيع عائلة الدراسة حسب الفئات العمرية. طبعا أكثر أو أغلبية المصابين أو اللي هو العدد الأكبر من المصابين كان من الفئة العمرية الشابة من 20 إلى 39 سنة. تلاها اللي هو الأطفال من 0 إلى 19. طبعا تم توزيع عائلة الدراسة حسب المحافظات. طبعا كانت محافظة غزة حسب اللي هو عائلة اللي اختبناها من اللي هو الدراسة أو مجتمع الدراسة الأصلي كانت من محافظة غزة، تلاها محافظة الشمال اللي هي يعني مسرح العمليات أو مسرح اللي هو عمليات القصف أو الهروب اللي كانت في قطاع غزة. طبعا the mechanism of injury آلية حدوث الإصابة أو مسببات الإصابة. طبعا الإكسبلوجن كان اللي هو الغالبية العظمى المصابين نتيجة اللي هو القصف أو الانفجارات الناتجة عن القصف سواء قصف من البر أو من البحر أو من الجو. تلاها اللي هو مسببات أخرى اللي هي ممكن تكون نفسية، ممكن تكون نتيجة اللي هو استنشاق الغازات الغاز انهليشن أو الغازات السامة أو الأمور الأخرى أو الصدمات النفسية. اخر حاجه اللي كان شو اللي هي اطلاق نار، اقل نسبه لانه زي ما بنعرف اللي هو الاصابات كانت كلها او العمليات العسكريه ناتجه عن عمليات قصف اللي هو عنيفه ومركزه. طبعا توزيع الاصابات في الجسم او مكان الاصابه، طبعا تم توزيع او تم استخدام توزيع وزاره الصحه وتم تقسيم الاصابه حسب الابر بارس الاطراف العلويه، الأطراف السفلية lower part، upper and lower، multiple sides، head and upper، head and lower. طبعا الأطراف العلوية كانت شكلت النسبة الأعلى من عدد اللي هو الإصابات. لو جمعنا الأبر بارس مع الهيد هتطلع لنا 46.6% من الإصابات أو مجمل الإصابات الكلية. طبعا the nature of injury طبيعة الإصابة. طبعا النسبة الأكبر أو تم تقسيم اللي هو طبيعة الإصابة المحدثة بين الأخوة الجرحى اللي هي burns and wounds اللي هي عدة جروح في أنحاء الجسم زائد الحروب، اللي كانت النسبة الأعلى لأنه ناتج عن انفجارات، كانت هذه أكثر حالات الإصابات. بعدها تلاها اللي هو multiple organs injury عدة أجزاء أو عدة أعضاء في الجسم. ثالث حاجة الفراكتشر اللي هي جميع أنواعها all types compound fractures، open fractures، complicated fractures إلى آخره. في العلم الـ internal organs and bleeding إصابة الأعضاء الداخلية زائد النسيج الداخلي اللي هي مثلت اللي هو 9.8% وهذه النسبة مش بسيطة. طبعا الـ abrasions، laceration and contusion السحجات أو الجروح القطعية أو الخدوش أو اللي هو الكدمات البسيطة مثلت 4.8%. في عندنا الامبيوتيشن البتر سواء بتر في أجزاء علوية أو سفلية أو في أكثر من جزء.
اللي شكلت 4.5% قد نسبه مش بسيطه من مجمل الاصابات الكلي ل 11228 مصاب. طبعا في عندنا الفيجن هيرين انجري او بوث، طبعا اصابات اللي هو في العين في السمع او كلاهما، يعني ممكن واحد يكون عنده اصابه او فقد للبصر او للسمع او اكثر من اللي هو اصابه في اللي هو السمع او في اللي هو البصر. في عندنا البريثنج فولر سيكوليكال ديس اوردر، في عندنا اللي هو اصابات كانت اللي هي نتيجه اللي هو الجاز كونفليشن او استنشاق الغازات السامه، او سيكولوجيكال ديس اوردر صدمات نفسيه هي مثلت اقل اللي هو 1.9%. طبعا لو بدنا نحكي عن مجمل الاصابات طبعا الكل تعرض له اللي هو سيكولوجيكال او تروما، بس احنا بنحكي عن اللي هو اللي يعني كيف اللي وصل الطبيب وتناوله او اخذوا العلاج اللي هو يعني تعرضوا لعلاج اللي هو نفسي. خلصت العشر دقائق بس دقيقتين. طيب سيفيرتي اوف انجري، توزيع الاصابات حسب شده الاصابه طبعا تم توزيعها على مايلد مودريت اند سيفير. طبعا مايلد اوف انجري كان 46.9، لو حسبنا المودريت لسيفير كانت النسبه الاعلى 53% كان من مودريت لسيفير، من اصابه متوسطه لاصابه شديده. طبعا توزيع الاصابات حسب نوع الاجراء او العلاج الطبي انجري مانجمنت او تريتمنت، اللي هو بقى كان عندنا للتريتمنت والمانجمنت، عمليه اللي هو ازاله الشظايا من الجسم واللي هو تنظيف اللي هو هذه الجروح والغيار عليها كانت النسبه الاعلى تقريبا النص. وكان عندنا السيرجيكال انترفنشن النسبه الثانيه في الفئه الثانيه اللي هي التدخلات الجراحيه 19.3، في عندنا الفراكشر مانجمنت اللي هو العلاج الكسور، في عندنا الاكسبلوراتوري او اللابوراتوري اللي هو العمليات الاستكشافيه، في عندنا المالتيبل انترفينشن في اللي هو ممكن تكون سيرجيكال اند نون سيرجيكال، عمليات جراحيه مع غير جراحيه يعني التنتين معا. في البيرن مانجمنت اند جرافتنج، عمليه اللي هو عمليه الحروق او الغيار على الحروق زائد الجرافتنج ترقيع، عمليه ترقيع لاعضاء الجسم تم تعرضها للحروق الشديده. ديزيز مانجمنت ديو تو جاز انهيليشن اند سيكولوجيكال تروما. طبعا لو وزعنا الاصابات الديسابيلتي سستيند حسب وجود الإعاقة وعدم وجودها تقريبا 26% من الإصابات أو من الحالات اللي درسناها طبعا كان عندهم إعاقة سواء فيزيكال حركية أو موتور فيجوال هيرينج أو أكثر من اللي هو إعاقة تقريبا 26 من ال 11000 من ال 420. لو طبقنا ال 26% من ال 11000 28 هتطلع عدد كبير جدا أكثر من 3000. طبعا كان عندنا الفيزيكال اكثر نسبه دقيقه واحده ان شاء الله ماشي ان شاء الله. الناس الغالبيه العظمى كانت 74.1 اللي هو اعاقه حركيه، تلاها اللي هو الهير اعاقات السمع، تلاها اللي هو الفيجوال اللي هو النظر، واخر حاجه 74.6% كانت عده اعاقات ممكن تكون فيزيكال مع فيجوال او فيزيكال مع هيرنج او فيجوال مع هيرنج وهكذا. طبعا المتابعه العلاجيه او التاهيليه المطلوب او النفسيه حتى طبعا من خلال الدراسه ثبت تقريبا نصف الحالات تحتاج الى يا اما ميديكال اللي هو تريتمنت علاج طبي، يا اما ريهابيليتيشن تاهيل، يا اما اللي هو سيكولوجيكال تريتمنت العلاج النفسي اللي هو الاخوه المصابين. طبعا ايش توصيات الدراسه؟ طبعا اوصت الدراسه نتيجه كم من هذه الاصابات اوصت الدراسه بضروره زياده برامج اللي هو الخدمات الصحه النفسيه وبرامج الدعم النفسي الاجتماعي وتسهيل الحصول على هذه الرعايه الصحيه خاصه للاخوه المصابين او المتضررين من هذه الحروب. طبعا لمواجهه تزايد هذا العبء لانه كل ما زاد الاصابات بزيد العبء تبعها، بزيد اللي هو الطلب على العلاج. طبعا يجب ان نولي اهتمام اكبر لهذه الفئه او لهذه المشكله الصحيه الهامه في الاراضي الفلسطينيه، يجب تسيير المزيد من الموارد والامكانيات والتجهيزات الطبيه للتعامل مع مثل هذه الاوضاع خصوصا في اوقات الطوارئ. طبعا تقع المسؤوليه الكبيره والاساسيه على المجتمع الدولي الانترناشونال كوميونتي ان يقف عن مسؤولياته انه يلزم في اللي هو الخدمات الانسانيه، طبعا يجب اللي هو يضل عندنا اللي هو التوصيه الاخيره اللي ممكن تكون اللي هو يعني يجب انه مشاركه جميع الاطراف سواء البوليسي ميكرز الجهات السياسيه او الجهات الدوليه انه كيف نوضع حد هذه الحروب، هذه مشكله معقده جدا. شكرا لكم جميعا. شكرا لك الباحث.
الأستاذ مروان مصلح على هذا الأداء المميز. ننتقل الآن بإذن الله للأستاذ بدر الأغر وبحث عنوان تقييم فعالية برامج التأهيل المبنية على المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ بدر عاشور سعد الأغر حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة تخصص تنمية المجتمع، ماجستير خدمة اجتماعية من جامعة حلوان تخصص تنظيم المجتمع، أخصائي اجتماعي في عدة مؤسسات دولية ومحلية، منسق دائرة الجمعيات الأهلية لوزارة الشؤون الاجتماعية. فليتفضل على بركتنا. شكرا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية نشكر حضور الكريم كلهم باسمه وصفته ولقبه. نشكر الجهات الرائية للمؤتمر الدولي الفلسطيني الأول. طبعا الدراسة هتكون عن تقييم فعالية برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة. الجميع يعرف طبعا برامج التأهيل يعني العائد تبعها على الأشخاص ذوي الإعاقة إنه يكون عائد بشكل رهيب أو رائع. تم تقييم إجراء الدراسة على التأهيل على برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي التابع لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. بداية جدد الدراسة اللي هي طبعا تعتبر برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مكونة أساسية من مكونات عملية التنمية البشرية الهادفة لتحسين مستوى حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية وتحقيق مبادئ الديمقراطية في المشاركة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. رغم الأعداد الهائلة من الفلسطينيين الذين عانوا من هذه المشكلة إن عدد الجهات التي ترعاهم هي قليلة جدا في قطاع غزة، وكان من أبرزها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية التي تقدم خدمات عديدة من خلال عديد من البرامج، لكن أهمه هو برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يحتوي على الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية وخدمات التشغيل المؤقت. لذلك جاءت الدراسة الحالية من أجل التعرف على برنامج CBR وتحديد واقع الرعاية الاجتماعية ومستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ثم التوصل مع أوقات التي تحول أو تؤدي إلى ضعف تحقيق البرنامج لأهدافه من حيث يرى ومن هذا المنطلق يرى البحث أن قيام هذه الدراسة عمل بالغ الأهمية. وتم تحديد مشكلة الدراسة ما مدى فعالية برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هناك تساؤلات الدراسة، ما مدى فعالية برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي من وجهة نظر العاملين بالبرنامج؟ ثم ما هي الأوقات التي تحول دون فعالية برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي؟ وما المقترحات التي يمكن أن تعمل على زيادة فعالية البرنامج؟ وما مدى ملاحظة الأداء المهاري لفريق العاملين في البرنامج من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما مدى فعالية البرنامج على الخدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما مدى فعالية برنامج تأهيل مبنى المجتمع المحلي على الخدمات من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام؟ طبعا أهداف الدراسة، اللي هدف الدراسة التعرف على برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي فعاليته وتحديد مدى توفر الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البرنامج، وتعرف على مدى قدرة البرنامج على إشباع احتياجات الأشخاص المستفيدين من البرنامج، تعرف على أهم المعوقات التي تحول دون فعالية برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي على تحقيق أهدافه من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء فريق العمل القائمين على البرنامج. أهمية الدراسة، طبعاً الدراسة تستمد أهميتها من طبيعة المجتمع الفلسطيني وما يمر به ويعانيه من قصور ونقص واضح في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة والاعتداءات المتتالية من قبل الاحتلال. تسليط الضوء على شريحة مهمة جداً وهي الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وتوضيح احتياجاتهم والمشكلات والمعوقات التي تحول دون اندماجهم داخل المجتمع. إطلاع المسؤولين القائمين على برنامج تأهيل المجتمع المواطن الضعف في هذا البرنامج من أجل تلافيها والجوانب الإيجابية من أجل تدعيمها، بحيث تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدمج الكامل في المجتمع والحصول على المساعدة المطلوبة. طبعا إجراءات الدراسة، أولا منهج الدراسة، اعتمد البحث في تطبيق الدراسة على منهج الوصف التحليلي الذي يحاول من خلال وصف الظاهرة موضوع الدراسة فعالية برنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي وتحليل بياناتها وبيان العلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها والآثار التي ممكن أن تحدثها. عينة الدراسة، تكونت عينة الدراسة من عدد من المستفيدين من برامج تأهيل المبني على المجتمع المحلي لذوي الإعاقة وعددهم 50 شخص، وجميع أعضاء فريق العمل القائمين على تنفيذ البرنامج وهم 17 شخص.
الأدوات التي استخدمتها استخدمت أدوات مقياس خاص بالمستفيدين ويتكون من 37 فقرة ومقياس خاص بالعاملين ويتكون من 34 فقرة. تم التحقق من صدق وثبات الأدوات باستخدام طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرون باخ. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هناك نتائج تتعلق بفريق العمل القائم على البرنامج وهناك نتائج تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. أولا نتائج الدراسة المرتبطة بفريق العمل برنامج تأهيل مجتمعي، أنه يجري برنامج تأهيل مجتمعي على المجتمع المحلي عمليات تقييم للخدمة المقدمة بشكل دوري ومستمر، وتشمل خدمات البرنامج إرشاد الأسرة أو أحد أفراد الأسرة باستمرار حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. اثنين، من أهم المعوقات التي تحول دون فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المؤثر على الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا أهمها كان اللي هو عدم تفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999. كان من أهم المقترحات من وجهة نظر العاملين بالبرنامج على زيادة فعالية البرنامج على تحقيق أهدافه وفعالية، حسن ممولين دوليين على مواصلة تقديم الدعم الكامل لبرامج التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العمل على دمجهم في المجتمع، وأيضا حث الجهات الحكومية على تفعيل وتنفيذ قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999. ثانيا، النتائج المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تأهيل المجتمع CBR. فيما يخص الأداء المهاري للعاملين، يتمتع العاملون ببرنامج تأهيل مبني على المجتمع المحلي بالمعرفة والمهارة اللازمة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويبدو العاملون بالبرنامج اهتماما وحرصا على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأفضل وسيلة ممكنة. أيضا اثنين، من أهم خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة التي يحصلون عليها من فريق العمل، أنه من خلال الزيارات المنزلية يتم تدريب أحد أفراد الأسرة على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا اتضح أن البرنامج يساهم في توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية لديهم. ثلاثة، من أهم خدمات البرنامج المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بتوفير أدوات وأجهزة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويساهم وكما يسمح لهم بالمشاركة في تقييم الخدمات المقدمة من البرنامج. الآن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة في ضوء الدراسة الحالية نتائجها، حسن الممولين الدوليين على مواصلة تقديم الدعم الكامل لبرامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العمل على دمجهم في المجتمع، حسن الجهات الحكومية على تنفيذ وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 99 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها دولة فلسطين، ضرورة إقرار بطاقة المعاق بالسرعة الممكنة حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية التي أقرها القانون الفلسطيني، العمل على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، شراكة أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط لبرامج التأهيل مبني على المجتمع المحلي، وأخيرا زيادة عدد الزيارات المنزلية لأشخاص ذوي الإعاقة من قبل العاملين ببرنامج التأهيل مبني على المجتمع المحلي. شكرا لكم. عادل الألام على هذا الأداء الرائع، ونشكره وشكر آخر على التزامه بالوقت أيضا. الآن ننتقل إن شاء الله إلى الأستاذ محمد شقورة وبحث بعنوان مشكلات تأهيل المعاقين حركيا دراسة ميدانية على جمعية المعاقين حركيا بمحافظة رفح. أستاذ محمد شقورة حصل على شهادة ماجستير في الخدمة الاجتماعية من جامعة السودان ويعمل محاضر غير متفرغ في الجامعة الإسلامية في الإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم الشكر للقائمين على هذا المؤتمر وأتقدم للحضور الكرام بالشكر، وأهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر. كان عنوان المؤتمر مشكلات تأهيل المعاقين حركيا دراسة ميدانية على المعاقين حركيا في محافظة رفح. مشكلة الدراسة أضحت الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين حركياً حقاً ثابتاً، وكان ذلك الاهتمام الكونية ظاهرة اجتماعية تؤثر بالضرورة على البناء الاجتماعي
لذلك يجب اتخاذ التدابير التي تكفل علاجها او التخفيف منها من خلال عمليات التاهيل المهني للاستفاده من قدراتهم العقليه والجسميه المتبقيه لما يحقق الاستقرار وادماجهم في المجتمع ضمن القوى المشاركه في عمليات التنميه. في عندنا مجموعه من الاسئله لهذه المشكله. ما ترتيب الايجابيات والسلبيات في برامج تاهيل المعاقين من وجهه نظرهم؟ ما مدى استفاده المعاق من برامج التاهيل داخل المؤسسات من وجهه نظرهم؟ ما مدى ملائمه برامج التاهيل لقدرات وميول واتجاهات المعاقين؟ وما الصعوبات التي تحول دون تحقيق برامج التاهيل نتائج ايجابيه؟ كانت اهداف الدراسه التعرف على طبيعه البرامج التاهيليه التي تقدم لدى المعاقين. هل هذه البرامج تلبي احتياجات وما تشبع وتلبي قدرات الافراد؟ وما الصعوبات التي تحول دون تحقيق نتائج ايجابيه لبرامج التاهيل؟ منهج الدراسة كان المنهج الوصفي دراسة حالة على مؤسسة المعاقين حركيا في محافظة رفح. كان الوزن النسبي لكل بعد من هذه الأبعاد، الوزن النسبي لمدى استفادة المعاقين من برامج التأهيل داخل المؤسسات كان 80.8%، أما في بعد مدى ملائمة برامج التأهيل لقدرات واتجاهات المعاقين كان 81. بنلاقي إنه هناك إنه المؤسسة تراعي احتياجات وقدرات المعاقين من خلال تقديم البرامج التأهيلية. أما بالنسبة للصعوبات التي تحول دون تحقيق نتائج إيجابية، وبالنسبة للسلبيات في برامج وفي إيجابيات وسلبيات برامج التأهيل، لقينا كانت النسبة 79.4. هذا بيوضح لنا إنه برامج التأهيل كانت برامج إيجابية ناجحة تقدم لدى المعاقين. نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية توصلنا إلى النتائج التالية: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى الجنس والعمر والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي ونوع الإعاقة وعمر الإصابة بالإعاقة ومدى الالتحاق بالمؤسسة ومصدر تلقي الخدمات ونوع خدمات التأهيل لدى المعاقين، وهذا كان باين في الدرجة الكلية لكل بعد من هذه الأبعاد. كان في عندنا أو النقطة الثانية: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عندما تعزى إلى درجة الإعاقة، وكانت الفروق ذات دلالة إحصائية في الدرجة الكلية للبعد أن لقينا درجات الإعاقة شديدة جدا عند الأفراد المعاقين حركيا، وهذا راجع إلى الاحتلال الإسرائيلي والحروب المتتالية التي مر بها الشعب الفلسطيني. توصيات الدراسة: حث المؤسسات على زيادة الدعم لهذه الشريحة من خلال تقديم المساعدات المادية والمساعدات العينية لهذه الشريحة، توفير فرص عمل تناسب قدرات وإمكانيات واحتياجات الأفراد وتكفل لهم العيش الكريم في المجتمع، العمل على التشبيك بين المؤسسات الأهلية والحكومية لتفعيل أو لزيادة البرامج التأهيلية التي تقدم لدى المعاقين، ضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في البرامج التأهيلية حتى تؤدي إلى تعزيز كفاءة وتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية لدى الأفراد المعاقين، ونقطة الأخيرة: تجزيع زملائي الباحثين على إنجاز الأبحاث والدراسات العلمية ذات العلاقة بالموضوع. شكرا. الطبيعي في الجامعه الاسلاميه حاليا، فليتفضل على ضيافتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جميعا، كل باسمه ولقبه. بداية يعني خلينا نحكي عن الدراسة اللي احنا هنعملها اليوم أو هنعرضها اليوم، هي بعنوان Activity Limitation and Community Integration Among Adults with Spinal Cord Injury in Gaza Strip، اللي تقيس أو خلينا نقول الهدف منها اللي هي نشوف مستوى الإعاقة ودوره في عملية الدمج المجتمعي وعلاقته في الدمج المجتمعي في قطاع غزة على صعيد أو على شريحة مصابي الحبل الشوكي في قطاع غزة. بداية تعريف الأكتيفيتي ليميتيشن حسب تعريف منظمة الصحة العالمية يقول إنه a difficulty encountered by an individual in executing a task or action، هي الصعوبة اللي بيواجهها هؤلاء الشريحة من الناس في أداء وظائفهم اليومية أو الأكتيفيتي of daily living. الكوميونيتي انتجريشن هي عبارة عن فرصة كل واحد فيهم في إنه يعيش في المجتمع كشخص عادي بدون ما يواجه أي صعوبات نتيجة الإعاقة اللي صارت معاه خلال الحياة تبعته. المصابين الحبل الشوكي طبعاً هو أي إصابة أو أي ضرر في الحبل الشوكي تنتج عنها خلل سواء كان حسي أو حركي، سواء كان في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية أو في كلا الجهتين الأطراف العلوية والأطراف السفلية. تقسم الإصابات الحبل الشوكي حسب الشدة تبعتها بنوع اللي هو incomplete أو complete cord injury، بحيث أن يكون في قطع كامل في الحبل الشوكي، وبعض الإصابات تسمى أو يكون فيها قطع غير كامل. هذا حسب تصنيف اللي هو American Spinal Cord Injury Association. طبعاً الدراسة أهميتها بتكمن إنه كثير من المصابين اللي كنا نشوفهم في أثناء دخولهم لمستشفى الوفاة، كان البعض منهم بعد خروجه من المستشفى وأتقن برنامج التأهيل كان يعود في بعض الحالات بمضاعفات من ضمنها اللي هي مضاعفات قرح الفراش، وكانت هذه قرح الفراش طبعا علاجها مكلف جدا، يعيد من أداء الإنسان في حياته اليومية ومن أداء وظائفه في حياته بشكل عام. هدفنا من هذه الدراسة اللي هو قياس مستوى الأكتيفيتي ليميتيشن وعلاقتها أو مستوى الأكتيفيتي ليميتيشن الموجود مع السباينال كورد إنجريز، تؤسس كوميونيتي انتجريشن أمونج أدلز، قياس مستوى الدمج لدى هؤلاء الناس. The study factors that may affect أو to study factors that may affect community integration for spinal cord injury victims، اللي هي دراسة العوامل اللي ممكن تأثر في عملية الدمج المجتمعي لهذه الشريحة من الناس. طبعاً استخدمنا في خلال الدراسة هذه طبعاً cross sectional study design، وتم مراعاة إنه نأخذ العينة ممثلة طبعاً convenience sample، وكانت طريقة جمع العينة ل وجود خلل في بعض تسجيل البيانات لهذه الشريحة من الناس في المؤسسات اللي ارتبطوا بها عن طريق زملائهم المصابين، بحيث انه كل واحد من هؤلاء المرضى ايش بيعرف من زملائه التانيين من المصابين، كنا نتوصل لهم قدر الامكان ولكن ما قدرنا نتوصل للكل، لكن توصلنا الى نسبة يعني مرضية جدا، وكانت اللي هي 120 شخص موزعين 105 رجال وخمسة نساء. طبعا هذا الوضع القائم والموجود بالنسبة للمصابين مصابين الحبل الشوكي في قطاع غزة. الدراسة استخدمت فيها أداتين، two questionnaire اللي هو activity أو community integration questionnaire، وهو لقياس مستوى الدمج المجتمعي لدى المصابين الحبل الشوكي، وهذا الأداة هي موجودة انترناشونال وتم ترجمتها وموائمتها لوضعنا احنا بما يناسب قطاع غزة.
وفي عندنا الفانكشنال اندبندنس ميجر سكيل اللي هو باختصار فيم سكيل، وهذا السكيل طبعا انترناشونال بيقيس اللي هي الاكتيفيتي ليميتيشن، مستوى الصعوبه اللي بيواجهها الانسان في اداء حياته او انشطه الحياه اليوميه. طبعا كان في بعض المواصفات لدخول هؤلاء الناس في الدراسة إنه يكون على الأقل إله 3 شهور مصاب وتلقى برنامج تأهيل موجود في المجتمع المحلي. روعية في خلال هذه الدراسة طبعاً الإيثيكال كونسيدريشن أو اللي هو أخلاقيات البحث العلمي، إنه كل إنسان شارك في هذه الدراسة تم الأخذ الموافقة منه بشكل شخصي ومباشر. أهم النتائج اللي كانت موجودة طبعاً كانت بتوضح اللي هي الايج الجندر، وكان عندنا حوالي طبعاً 87% من المصابين هم من الذكور وحوالي 12.5% من الإناث. الانجري ريليتد فاكتور ريزلتس طبعاً كان الكوز اوف انجري حوالي الانتفاضه اكشن او الانتفاضه بشكل عام او الفايولنس اللي ناتج عن عدوان الاحتلال الاسرائيلي طبعا حوالي 51%. الاذرز كان 48% من المصابين كان من ضمنها اللي هو اصابات الحبل الشوكي اللي ناتجه عن حوادث الطرق وغيرها. الليفل اوف انجري مستوى الاصابه كان السيرفايكال انجري حوالي 22.5%، الثوراسيك انجري 45%، اللامبر انجري 32.5% تقريبا. التايب اوف انجري الكومبليت كورد ليجن حوالي 38%، الانكومبليت كورد ليجن حوالي 61.7%. على مستوى النتائج اللي احنا شفناها طبعا الليفل اوف اكتيفيتي ليميتيشن باي فيم سكورز طبعا حوالي 65% من الناس اللي تم فحصهم او قياسهم اندبندنت مستقلين تماما في نشاطات الحياه اليوميه، 25% منهم مودريتلي ديبندنت بيحتاج بعض المساعده، وفي 10% كومبليتلي ديبندنت في اداء نشاطاته اليوميه. الليفل اوف كوميونيتي انتجريشن لقينا نسبة عالية طبعا من نسبة اللي هو الدمج المجتمعي حسب نتائج التحليل الإحصائي لهذا الاستبيان أو الكوستشنير، لقينا إنه 58% من مصابي الحبل الشوكي يعيشوا في المجتمع بشكل كامل، يعني مندمجين تماما في المجتمع، وحوالي يعني 37.5% منهم في عندهم ميديوم ليفل اوف كوميونيتي انتجريشن، و 4.2% عندهم low level of community integration، نسبة قليلة جدا منهم اللي تعاني من قلة الدمج أو في المجتمع. لأهم العوامل اللي ممكن تأثر أو خلينا نقول في عملية الدمج المجتمعي، لقينا إنه العمر ما كان له دور كبير جدا، أكثر شيء كان لقيناه significant في أثناء الدراسة اللي هو الليفل اوف انجري. الليفل اوف انجري كل ما كان الليفل اوف انجري هاير كل ما كان اللي هو مستوى الدمج المجتمعي أقل، بحيث إنه مصابي الحبل الشوكي اللي عندهم إصابات في منطقة الرقبة وتعمل شلل رباعي كان هذول أكثر ناس بيعانوا من قلة من في الدمج المجتمعي. بالنسبة للجندر طبعا ما كان في فرق كبير واضح مع وجود انه الرجال مندمجين او النساء، لا كانت النتائج ما في اي سيجنيفيكانس باتجاه هذا المحور. الليفل اوف اديوكيشن وكان في عندنا في الليفل اوف اديوكيشن طبعا في اكثر من شغله بنحكي فيها، لقينا انه الليفل اوف اديوكيشن التعليم العادي اللي هو في المدارس ما كان له أي سيجنيفيكانس على مستوى الدمج في المجتمع، ما كان له أثر واضح على دمج هؤلاء الناس في المجتمع، لكن النوع الثاني من التعليم اللي هو تعليم المريض عن إصابته
كيف نوعية إصابته، كيف يتعامل مع إصابته، كان هذا هو اللي له أثر واضح ويساعد في عملية الدمج في المجتمع. المارتال ستيتس ما كان لها أي سيجنيفيكانس، بحيث أنه المتزوج بالعزابي كله نفس مستوى الدمج. طبعا نيجي للكونكلوجن، السوشيال ديموغرافيك داتا شوز سترونج وايد فاريشن ان ذا جندر افكتنج اوف سبينال كورد انجري از هايست برسنتج اوف بارتيسيبانتس وير ميل اند فيري لو برسنتج اوف فيميل بارتيسيبانتس. وهذا جزء من المشكله اللي موجوده في الدراسه، انه مائله اللي هو الرجال او للذكور بشكل اكبر. طبعا سبينال كورد انجري فيكتيمز ديو تو انتفاضه ما كان في بيختلفوا في عملية الدمج عن السباينال كورد انجري اللي من حوادث وأسباب أخرى، كلهم كان لهم نفس الفرصة في عملية الدمج في المجتمع ونفس النتائج. According to the outcome of FIM اللي هو مقياس الأكتيفيتي ليميتيشن، طبعا كان فيهن عندنا في هذا النقطة كان في سيجنيفيكانس واضح، انه كل ما زاد الاندبندنسي كل ما زاد او كل ما زادت اللي هو الاستقلالية والاعتماد على النفس في اداء نشاطات الحياة اليومية، كل ما كان اللي هو الدمج المجتمعي بشكل اكبر واكثر فاعلية. A vast majority of the study sample had high level of community integration. وهذا طبعا اللي وضحته الدراسة تبعتنا والنتائج اللي موجودة. من خلال توصياتنا او من خلال اهم التوصيات اللي احنا بدنا نوصيها في هذه الدراسة او اللي طلعنا بها من هذه الدراسة، وبناء على اللي هو توصيات من نفس الشريحة هذه من مصابين الحبل الشوكي، كان فيه توصيات باتجاه الفريق اللي بيشتغل مع هذول الناس انه يركزوا على انه في الفترة الاولى من الاصابة انه المريض يطلع مستقل تماما في اداء نشاطات الحياة اليومية تماما. المتابعة في المجتمع من قبل البرامج الاوتريتش بروجرامز يجب ان تكون مكثفة في اللي هو الثلاث شهور الاولى او الست شهور الاولى بعد الاصابة، وتبدأ بالتناقص تدريجيا. جزء ثاني بيساعد في عملية الدمج، وهذه توصية للجهات الحكومية والمنفذة للمشاريع التنموية والإعمارية في قطاع غزة، اللي هي عملية تهيئة البيئة Environmental Adaptation، بحيث انه تسهل لهذول الناس الوصول لأي مكان في داخل قطاع غزة، او في سواء كان مكان عام او مكان يعني حتى اصحاب الشركات والمطاعم، انه يكون في عندهم نوع من التهيئة داخلية وخارجية. داخلية اللي بنقصد فيها في الفاسيلتيز او اللي هي الحمامات اللي موجودة في داخل هذه المطاعم، لانه جزء من عملية الدمج والمشاركة في المجتمع لهؤلاء الناس توفر الادوات المساعدة لهم والفاسيلتيز اللي موجودة. Establishing a sufficient and scientific database for individuals with spinal cord injury in Gaza Strip. وهذا الشيء اللي احنا بنطالب فيه كباحثين وكدارسين في هذا المجال، انه كل الجمعيات والمؤسسات اللي بتعنى بالإعاقة وخصوصا مصابي الحبل الشوكي، انه يكون في قاعدة بيانات موحدة للجميع، موحدة للجميع من رفح إلى بيت حانون، بحيث يسهل على أي باحث الوصول إلها بشكل يعني سلس للجميع، لكل إنسان أو لكل باحث في هذا المجال. ونقطة أخرى كمان، إنه تكون العناوين الموجودة واضحة ويسهل الوصول لهؤلاء الناس عند متابعتهم أو عند الحاجة إليهم في مواضيع البحث العلمي، ومتابعتهم ومتابعة التغييرات اللي بتصير معهم في خلال هذا أو في حياتهم. آخر دقيقة دكتور. Studies on the life satisfaction، طبعا هذه توصيات لدراسات مستقبلية. Studies on the life satisfaction of spinal cord injuries. Studies on the quality of life للسبينال كورد انجريز. هذه أهم الدراسات اللي احنا بنوصي فيها في خلال الأيام الجاية إن شاء الله.
أشكر الأستاذ محمد الكريزم على هذا البحث المميز. الآن إن شاء الله ننتقل إلى فقرة ضيف هذه الجلسة، الأستاذ الدكتور زياد حوامدة من الأردن. كان المفترض أن يكون معنا لولا مشكلة الحصار ومشاكل المعابر. أستاذ الدكتور زياد حوامدة هو خبير دولي في مجال التأهيل وبروفيسور طب التأهيل في كلية الطب بالجامعة الأردنية. العرض سيكون مسجل وتسجيل. تفضل يا إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا اشكر اللجنه المنظمه لهذه المؤتمرات على دعوتي لاقامه محاضرتي، وانا اتشرف طبعا بالمشاركه في مؤتمر فلسطين الدولي للجرحى ولذوي الاعاقه. شكرا لجميع القائمين على هذا المؤتمر وكل التقدير والمحبه على الجهود التي بذلوها للجهه. Our talk today will be about rehabilitation after total joint replacement. So important topic because the incidence of joint replacement procedures is high, with over 1 million total hip and total knee replacement procedures performed each year in the United States. So it's a large number of surgical procedures done each year. And also that is implication of adherence. So the rate of care after total joint replacement is important. Pain control, the prevalence of comorbidity disorders after total joint replacement is about 50-80% after total knee replacement, and about 47-64% after total hip replacement. And this is without prophylaxis. With prophylaxis, the rate will be much lesser. So prophylaxis against total hip and total knee replacement for prevention of thrombosis is very necessary, and bone and other functions should be monitored. Many of the patients will have constipation after surgery due to immobilization. So this should be managed as a tidbit, and in the patients, the problem of nutrition and dehydration should be considered, because many of the patients will have dehydration or malnutrition if they are not properly monitored. So what about rehabilitation after total knee replacement? Common procedure, as we talked in the past, in 1970s, patients were usually admitted 1 to 2 days before surgery. And they were exposed to this risk for 2 to 3 days after surgery. And duration usually starts in the third post-operative day, and the knee range of motion started in the 7th day post-op. Now patients are admitted in the morning of the surgery. They arrive the day of surgery or in the first post-operative day one, usually as tolerated, though it's pain, and this stay is less than 1 week. Most of the patients will have CBM used in the first post-operative day or even in the first day after the surgery. So what are the goals of total knee rehabilitation after surgery? Important goals are to maximize the patient functional status with respect to mobility and ADL, and to minimize post-operative complications, to facilitate safe return to home setting and the resumption of pre-morbid activities and social reaction. Most of the cases of total knee replacement are cemented. It is the gold standard of surgical procedures, with 10 to 14 years survival rate of 94% to 98%. So it is a very high success surgery. There is not enough evidence to say whether keeping or removing BCL is the best for total knee arthroplasty. But recent literature suggests that resurfacing the patella probably improves the functional outcome and free functions. What about patient satisfaction and pain? In a study involving 4,606 patients with primary total knee arthroplasty after 15 years of follow-up, it showed that many patients with osteoarthrosis and those requiring revision indicated least satisfaction, and older patients, females, and patients without revision reported the least pain. What is evidence related to arthroplasty and rehabilitation? What we don't know is that there are no randomized controlled trials have been done to determine the most effective rehabilitation protocol and the benefits of inpatient rehabilitation in active phase. What we are not sure about is the role of the pre-operative rehabilitation and the operative exercise. And it has not been determined if inpatient and outpatient or home-based rehabilitation provides better long-term results and patient satisfaction, but studies are appearing. What we do know is that significant long-term impairments and disabilities can continue for well after total knee arthroplasty. So, what about functional activities?
results of the studies show that exercises based on functional activities may be more effective than traditional exercise programs. These are usually long-term with patients. What about the progress after rehabilitation of total knee arthroplasty? The greatest improvement is found to be in the first 12 weeks post total knee arthroplasty, with slower improvements between 12 to 26 weeks and little improvement post 26. What about the use of knee immobilizer? In traditional knee arthroplasty without complication and without knee weakness, we usually don't recommend the use of knee immobilizer, but in cases where we have muscle weakness or complications in the during the operation or after the operation, we recommend using knee immobilizer for helping patients to move and ambulate after the surgery. So we should not use knee immobilizer in traditional knee arthroplasty without complication or muscle weakness. CBM is used in most of the cases, but the studies has shown that it may improve the short-term rehabilitation, but it doesn't appear to have advantage over traditional exercises. What about the range of motion that we recommend for the patients? In order to have patients who care to perform their activities on their feet, they should have a total knee flexion that is sufficient to perform these activities on their feet. This is about 65-70 degrees for not walking on elevated surface, and about 80 degrees for dealing with the stairs. So our target is, before discharging the patient, we should have a range of motion between 0 to 90 degrees, and this is important so that the patient can perform his activities of daily living. So what are the discharge criteria? The patient should be independent with appropriate walking aid, transfers, independent in steps and stairs, or exercise programs, and he should be able to control swelling with eyes, and should have 0-90 degrees of motion in the knee. And look at the criteria for further follow-up and prolonged rehabilitation program. The most important are poor knee flexion and poor quadriceps strength with poor gait and unusual circumstances and complications during the surgery. And expected outcomes at 6 months in most of the patients is mobilizing and able for unlimited distances without pain or swelling, with 0-120 degrees range of motion, with good lower limb strength, and patients able to do activities of daily living, dealing with the stairs, and do most of the activities of daily living without the minimal limitation. What about sport activities? Most of the patients will be able to return back to low impact sport, non-contact sport. So it's important that patients should not return to contact sport or high impact sport, because they may impose that burden after plastic. What about bilateral total knee arthroplasty? Studies have shown that short-term and long-term outcomes were equal by 12 weeks, except for quadriceps strength, which was equal by about 52 weeks in bilateral total knee arthroplasty. About exercise programs, I will not go into details because there are many schools about the exercise and progression, so it can be found easily in court. في النهاية أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة على دعوة المشاركة في هذا المجتمع، وأشكر جميع الحاضرين في المجتمع كل الشكر الجزيل والمحبة لأهلنا فلسطين وغزة، وتمنياتي في التوفيق والنجاح لجميعكم. شكرا جزيلا. أشكر جميعا أيضا، أشكر الأخ الدكتور زياد حوارجة على هذه المشاركة، ونأمل إن شاء الله أن نشاركنا في مرات قادمة أن تكون فيها ظروف أفضل من ذلك. لا إن شاء الله إذا كان هناك أي مداخلات أو مشاركات أو أسئلة نفتح النقاش لمدة 5 دقائق، ثم بعد ذلك إن شاء الله حتكون استراحة لمدة 10 دقائق. الله يعطيك العافية، شكرا على هذا المجهود الرائع. أنا عندي بس مجموعة تساؤلات للزملاء سريعة. أول شيء دكتور محمد نصر، كان في العينة إنه 16% تقريبا في ميل، إيش دلالة هذا؟ يعني أنتوا كيف فسرتوها إنه هذا 16%؟ وبعدين إنه بالنسبة لاختيار العينة حكيتوا لنا إنه هي كانت راندوم سامبل، يعني أي نوع من العشوائية، يعني كيف وصلت لهذه العينة؟ من الإجمالي المجتمع الموجود في الأطراف الصناعية. الشغلة الثانية كان في موضوع 7.1
بيرسن فيما يتعلق في موضوع الانكم. الانكم يعني يا ريت هذه توضح لنا اياها كمان يا ابو احمد. الدكتور عليا انت طرحتي انه في اشكاليه في مؤسسات التاهيل حسب نوع المؤسسات. انا كنت بدي يعني توضحي لي انه في كل نوع ما افرض لناش حجم الخدمات اللي بقدمها كل نوع. يعني كيف وصلت لهذه النتيجه؟ الاستاذ مروان المصبح الله يعطيك العافيه على المجهود الرائع، بس انا عندي سؤال مهم. يعني فيما يتعلق بحجم المجتمع انت تحدثت على 11228 اصابه نتيجه الحرب وكانت العينه 420. طيب النسبه اللي طلعت عندك من 420 26% من العينه كان عندهم نوعيه من الاعاقه 26%. طيب هذا الكلام يعني ينسجم مع الاحصائيات اللي طلعت فيها وزاره الصحه. يعني اذا انا بدي افترض انه النسبه بدها تتعمم على العينه كلها اللي انت اخذتها بيطلع لنا حوالي 3000 حاله اعاقه نتيجه الحرب الاخيره. بس هو حقيقه النتائج اللي انا بعرفها مش هيك. يعني كيف انت وصلت لهذا يعني ممكن تفسر لي هذا النتيجه بعد اذن حضرتك؟ انا بدي اكتفي بهذه الثلاث اسئله وبعدين برجع بس ما في جوله ثانيه اذا سمح لنا. شكرا. الدكتور محمد نصر فتفضل. شكرا على الأسئلة هذه. الأسئلة هذه لولا الوقت اللي كان موجود عندنا كان جاوبنا عليها خلال البرزنتيشن. بالنسبة للعينة عشوائية، نعم العينة كانت عشوائية. الإكسكلوجين كرايتيريا كانت للناس اللي أخذوا الطرف الصناعي قبل أقل من 6 أشهر عشان يعطونا فيدباك كويسة، فأعطونا يعني اكسكلودد من العينة خالص. العينة كانت كلها ناس أخذوا الجهاز على الأقل 6 أشهر قبل الكوندكشن أو الأصحاب. اختارناها عشوائيا، كان في حوالي 750 ملف من اللي انطبقت عليهم الكرايتيريا. اخذنا بطريقه عشوائيه كل 7 ملفات ناخذ ايش؟ ناخذ ملف. لما وصلنا لل 100 ملف اللي كانوا عندنا اطلعنا على ال 100 ملف هذول اللي كانوا عندنا، لقينا في منهم 16% هذا الفيميل. وطبعا لو طلعت على الكوزز اللي طلعت معانا ولقيت انه 54% من الاسباب كانت بسبب الحروب والحروب المتكرره مش حرب واحد، فلو لقيت انه الاصابات كانت في غالبيتها في الانتفاضه الاولى والثانيه والحروب هذه كانت رجال، فشيء طبيعي انه تكون الستات او الفيميل اقل من اللي هم علمي. بالنسبه للانكم انه فعلا ما طلع في عندنا فقط 7.1% من العينه هم اللي قالوا لنا انه والله الدخل بتاعنا يتحسن. وانا حكيت الكلام هذا انه هذا يعني دلاله على فشل اجتماعي، دلاله على اللاك اوف انتجريشن. ما فيش انتجريشن للناس هذول في المجتمع، لكن زي ما حكيت برضه انه في 55% من هذول لقيناهم انهم كبار في السن ولقيناهم انهم طلاب، ف ما تقدرش تقول انه هذول ليش ما اخذوا ليش ما كانش عندهم شغل لانهم مش مهيئين للشغل. هذا اللي احنا وجدنا انه حوالي 30% من العينه قادرين على العمل لكن ما فيش عندهم عمل نتيجه البطاله اللي موجوده. احنا كانت الدراسه ديسكربتيف ستادي، اخذنا كل المعلومات، اخذنا الفيدباك هذه من الناس المستفيدين من خدمات مركز الاطراف الصناعيه وحطناها كما هي. طبعا في الدراسه ككل في دسكشن وليش الاسباب وكذا 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 وكذا، لكن في هذه البرزنتيشن استكفينا بعرض النتائج اللي احنا طلعت معها. ما بعرف اذا كان الجواب كافي يا ابو همام ولا بدك ازيد؟ انا زي ما قلت انه اخونا الدكتور
تفهم يعني بيسأل عن طبيعة الخدمة أنا ما وضحتهاش. يعني أنا كنت يعني نفسي إنه يكون معنا وقت أطول يعني حتى نقدر نوصل الفكرة تبعتنا وبنفس الوقت نفصل يعني أنا كل وحدة من المؤسسات في عنا عليها أمثلة. بس يعني أنا خفت أذكر ناس وأنسى ناس وتبقى يعني حكاية يعني الأمر بالنسبة لي يعني بشوية يعني حدا يزعل مني. لكن أنا قدمت يعني أنا معايا دليل إرشاد اللي طلع فيه كل الخدمات بالتفصيل يعني كل مؤسسة إيش الخدمات اللي بتقدمها بالتفصيل يعني اللي بيمسك الدليل هذا بيعرف المؤسسة بعنوانها بوسائل الاتصال فيها وكمان الخدمات اللي بتقدمها الخدمات اللي أنا رحت فيها ذاك الوقت وكانت موجودة وإحنا كنا طالبين من المؤسسات إنها تعطينا الخدمة المستمرة وليس الخدمة المتقطعة اللي بتيجي وبتروح وبتيجي وبتروح. فالدليل معك يا همام بركة واللي بدك. في سؤال ثاني؟ سؤال ثاني عشان ذكرى إذا كنت أنت وأنت نسيت خلاص يبقى أنا ما فيها من الجواب. يعطيكم العافية. تفضل. السلام عليكم. بداية أشكر على هذا السؤال المهم. بالنسبة لمجتمع الدراسة طبعا مجتمع الدراسة شمل كل جميع الإصابات في 2014 ولكن كان الكم الأكبر من اللي هو حرب 2014 أو عدوان 2014. طبعا بالنسبة لهو بالنسبة للأعراض في اللي طلعت عنا في الدراسة طبعا نحن استندنا دراسة علمية طلعنا نظرية دراسة تبعنا الهوية المعادلة الإحصائية تبعنا جميع اللي هو الأساليب العلمية للدراسة. طبعا بالنسبة لإحصائيات وزارة الصحة يمكن الحرب 2014 يمكن ما شملش هذا العدد أو كان العدد أقل يمكن 8000 أو 7000. طبعا زي ما بنعرف الشغل في القطاع الصحي في ناس اللي بتعالج يعني الإصابات أو بتعالج يمكن ما يظهرش عندهم الإعاقات أو كل الأمور يعني خاضعة لسه تحت العلاج يمكن تظهر فيما بعد أشهر بعد أسابيع كذا. طبعا الإعاقات اللي طلعت عندنا في الدراسة طبعا هي متنوعة إعاقات اللي هو حركية إعاقات سمعية إعاقات بصرية أو اللي هو في ناس عندهم أكثر من إعاقة ممكن إعاقة سمعية زي إعاقة بصرية أو إعاقة حركية زي اللي هو إعاقة بصرية زي حركية. طبعا نحن بدي تعرفنا للإعاقة مش أي واحد تم فقد أحد صابعيه أو صار عنده بدر أو صار عنده أي حد ممكن فقد أحد اللي هو أصابع اليدين أو القدمين وهذا يمثل إعاقة صح ولا لا؟ ليس لدينا القدرة على الكتابة أو ليس لدينا القدرة على اللي هو التعامل مع اللي هو يعني الأمور الحياتية في اللي هو في المنزل أو بشكل عام. طبعا بالنسبة لمجتمع الدراسة زي ما حكينا 11228 طبعا لما تم اختيار مجتمع الدراسة طبعا تم اختيار 420 توصلها طبعا لما نختار استخدام المعادلة الإحصائية طلع عندنا تقريبا حسب عدد الجرحى 11228 طلع عندنا تقريبا 416 وضفنا 4 أفراد وصلنا 420 حسب طبعا من الاختيار عين الدراسه. طبعا محافظه رفح طبعا عدد المصابين محافظه رفح تختلف عن عدد المصابين في محافظه خان يونس عن محافظه الوسطى عن محافظه غزه عن محافظه الشمال. فايش اخترنا عين طبقيه بحيث تمثل مجتمع الدراسه في كل محافظه من المحافظات. مثلا عدد الجرحى في الشمال مثلا 4000 مصاب. بناء من ال 4000 مصاب يختلف لما اخترنا العين من 4000 مصاب في الشمال مثلا يختلف عن مثلا 2000 مصاب في الوسطى على سبيل المثال. فكانت عين طبقيه بتمثل كل مجتمع مجتمعات الدراسة. أي سؤال ثاني من السائلين؟ شكرا. يعطيك العافية. طيب باسمكم جميعا نتقدم بالشكر للإخوة الباحثين الذين أثرونا في هذه الجلسة ونشكر الإخوة الحضور جميعا على مشاركاتهم واستماعهم. الآن إن شاء الله استراحة لمدة ربع ساعة وضيافة وبعد ذلك نرجع لفعاليات الجلسة الثانية بإذن الله.